نحن أجينا البلاغ من قوات اليونيفيل للجيش اللبناني بمنع السريحة بالبحر. بهيدي الناحية وقفنا كل البحرين. عم نطالب بالناشد بالأمم المتحدة لتحكي مع الدولة اللبنانية لنقدر نشوف كيف بده يقدر يخطوا البحرية لحتى يقدر يطلعوا مصروفهم ومصروف بيتهم. عندنا 350 بحرة 400 بحرة عبرة عن شي 6000 شخص بين عيالهم وبين هون موجودين. هاي عشتنا وما حدا بيطلع فيك لا جمعية ولا شيء ولا شيء. يعني لا أكثر شيء جمعية كتر خيرهم عم بتطلعوا بالمهاجرين وإخواننا السوريين كمان طلع فيهم. بس القاعد بالبيت ما حدا عم بيطلع فيه صراحة بالمرة. الوضع هلا كتير ضيق يعني على كل لبنان مش بس نحن عنا. بالجملة الصيادين يعني أغلب الصيادة مستأجرين بيوت. يعني عندهم أجارات بيوت، عندهم أطفال، في عندهم حليب.